الرابع عشر من أكتوبر من العام 63900 ميلادية، هو اليوم الذي سيبقى عالقا بقلب كل حر وخالدا بذاكرة كل وطني. يوم ذهبي في صفحات الزمان، نقطة فاصلة بين عهدين لا يتشابهان أبدا، عهد استبداد بائد وعهد خلاص قادم ومصير حر. بهذا اليوم بدأت شرارة ثورة جنوب اليمن. بهذا اليوم تغيرت صورة اليمن، زادت بهاء عروسة بحر العرب وزينت بزهور الحرية عدن. تغيرت مفاهيم العصر حينها، تقلبت قواعد اللعبة وتبدلت موازين القوى، برزت ملامح تعانق الشطرين والتقاء الفرقاء تحت بوتقة النضال والكفاح. إنه اليوم الذي طافح فيه كيل أبناء جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني الذي استمر 128 عاما. 128 عاما من الظلم والاضطهاد والركود والتراجع. 128 عاما وأبناء البلد مواطنون من الدرجة الثانية. انتهاكات الإنجليز ضد أبناء الجنوب طيلة تلك الفترة لم تسعها كتب التاريخ ولا أرشيف الزمن. احتلت بريطانيا عدن لسببين: السبب الأول موقعها الجغرافي، السبب الثاني أهميتها الاستراتيجية في المنطقة. كابتن البحرية البريطانية هانز أكد على ضرورة احتلال عدن للسببين المذكورين سابقا، فاتخذت بريطانيا من ذريعة اعتداء أهالي عدن على سفينة ترفع العلم البريطاني ونهب حمولتها سببا لدخولها عدن. فدخلت بريطانيا عدن في عام 1835 ميلادية، فسيطرت بذلك على البحر العربي وجعلت من عدن قاعدة عسكرية تهيمن فيها على المنطقة العربية ككل. ولكن دوام الحال محال والأيام دول، فلكل بداية نهاية، وخاتمة أي احتلال هو الزوال. وكما دخل الإنجليز عدن مستكبرين، خرجوا منها صاغرين. وشاءت إرادة الله أن تكون نهاية الظالم وزواله على يد من ذاق مرارة الظلم. بعد توالي العديد من الهبات والانتفاضات الثورية في أماكن متفرقة من الجنوب، وكردة فعل طبيعية لسياسة الإنجليز التعسفية والمتجاهلة لمطالب أبناء الجنوب، وتأثر أهالي الجنوب بنداءات التحرر والاستقلال وهتافات النضال التي جابت الوطن العربي في الخمسينيات من القرن الماضي، وتنامي الشعور العربي ووحدة العداء لقوى الاستكبار العالمي، قامت ثورة الرابع عشر من أكتوبر. قامت ولم تقعد بعدها حتى تم إخراج المستعمر وطرد الغزاة. بعد تسلسل متسارع للأحداث والتكتلات، ظهرت في الوسط العديد من القوى الثورية والحركات الوطنية في بداية الأمر، ثم تم الاتفاق على توحيدها تحت إطار موحد وتسميتها بالجبهة القومية لتحرير جنوب المحتل. أخذت هذه الجبهة على عاتقها مسؤولية الاعتراف بالثورة المسلحة أسلوبا وحيدا وفعالا لطرد المستعمر، كما أخذت على عاتقها تحقيق أهدافها التي تمثلت في تصفية القواعد وجلاء القوات البريطانية من أرض الجنوب دون قيد أو شرط، وإعادة توحيد القيادات العربية الجنوبية سيرا نحو الوحدة الإسلامية والعربية على أسس شعبية وسلمية، إضافة إلى إقامة نظام وطني يغير الواقع المتخلف إلى واقع اجتماعي عادل. وتم تشكيل لجنة تحضيرية من الشخصيات والقيادات المشاركة في الجبهة، كان على رأسها قحطان محمد الشعبي الذي أصبح أول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فيما بعد. بعد أن تم إقرار الميثاق اليمني في عام 1963، انطلقت أول شرارة للثورة في صبيحة الرابع عشر من أكتوبر من جبل ردفان. كيف انطلقت؟ كان القائد غالب الراجح لبوزة عائد من الشمال مع أفراد من منطقة ردفان الواقعة في لحج جنوب اليمن، بعد أن ساعدوا إخوانهم في شمال اليمن في ثورتهم ضد الحكم الإمامي. فعلى عودتهم فوجئوا بنقطة تفتيش وضعها الاستعمار البريطاني لنزع سلاح القبائل بعد أن وصلتهم أنباء عن تحركات في عدن بشن ثورة في الجنوب ضد الاستعمار. لكن راجع بن غالب لبوزة رفض تسليم السلاح
فبدأت بينهم مناوشات وحصل إطلاق نار. كانت هذه الطلقة هي أول شرارة لاندلاع ثورة 14 من أكتوبر، فبدأت من جبال ردفان حتى وصلت إلى وسط أوكار العدو والمستعمر في عدن وضواحيها. بعدها شن المستعمر البريطاني في عدن هجمات عسكرية على مختلف المناطق واستهدف فيها السكان الآمنين والعزل، استمرت لمدة 6 أشهر، خلفت آثارها الكثير من القتلى والأسرى والجرحى، وحصلت انتهاكات للإنسان لن تسقط بالتقادم ولن يمحوها الزمن. بالمقابل بدأت المقاومة ضد المحتل البريطاني تتعمق وتأخذ أبعادا أكثر تنظيما وموضوعية، الأمر الذي جعل من ثورة 14 من أكتوبر أكثر من مجرد هبة ما تلبث أن تخمد كسابقاتها، بقدر ما عمقت مفهوم الثورة والكفاح المسلح القائمة حتى التحرير والاستقلال التام. مما لا شك فيه ومن الأمور الجلية التي قد تغيب هي واحدية الثورة السبتمبرية والثورة الأكتوبرية في الحرب والنضال والأهداف المشتركة. فبعد انطلاق ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 في صنعاء والتي تحرر فيها الشمال من الحكم الإمامي، توفرت الظروف الملائمة في الجنوب لبداية انطلاق الثورة المسلحة ضد الاستعمار البريطاني والحكم السلاطيني في الجنوب. لم تمضي سوى 5 أشهر فقط على قيام ثورة 26 من سبتمبر بالشمال حتى سارعت بعض القوى الوطنية في الجنوب للدعوة إلى عقد مؤتمر في صنعاء بدعوة من حركة القوميين العرب التي كانت بعض عناصرها القيادية تتواجد في شمال الوطن اليمني بعد الثورة. وقد أكد المؤتمريون من شمال وجنوب الوطن ضرورة اتباع أسلوب الكفاح المسلح لتحرير جنوب اليمن المحتل، فبقدر ما أسهم ثوار الشطر الجنوبي من الوطن في الدفاع عن ثورة 26 من سبتمبر من أجل بناء النظام الجمهوري والقضاء على النظام الملكي، ساهم أيضا أبناء الشمال في طرد الإنجليز. سطر الشعب فيها ملاحم بطولية وإنجازات تاريخية، واستمرت نار الحرب بين الثوار والمحتل حتى نال جنوب اليمن استقلاله في يوم 30 من نوفمبر 67 900 ألف بعد احتلال دام 132 سنة. في 30 من نوفمبر عام 1967 نالت عدن استقلالها من الاحتلال البريطاني الذي دام لمدة 132 عام. بعدها توالت الانتصارات السياسية والدولية، حيث تم الاعتراف بعدن المستقل في كل المحافل الدولية، ونالت عدن استقلالها التام في العام التالي في عام 1968 ميلادي. توالت بعدها انتصارات الثوار على كل الأصعدة السياسية والدولية، وتم الاعتراف بعدن المستقلة في كل المحافل الدولية ومنحها الاستقلال التام مطلع 1968 ميلادية. وفي 29 من نوفمبر تم جلاء كل الجنود البريطانيين من مدينة عدن، وتم إعلان الاستقلال وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ونجحت مقاومة الثوار في إنجاز الاستقلال، وألهمت الشعوب كيف تأخذ حقها المغتصب وتسترجع حقها المسلوب. لم يكن في حسبان أحد من أبناء الجنوب حينها أن تلك الرصاصة التي انطلقت في 14 من أكتوبر على حاجز تفتيش ستكون الشرارة الأولى في إشعال فتيل ثورة وتحقيق الاستقلال. ولم يكن بحسباننا كأجيال ما بعد الثورة، وقد غيب عنا تاريخنا وصدر أن أجدادنا كأبطالا لم يقبلوا الضيمة ورجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لم يشيدوا بثورة أجدادنا كما ينبغي، ولم ينفخوا فيها روح تجديد لتلهم الأجيال. الأمير الحضرمي الذي أبدى مقاومة شرسة ضد الاحتلال الإنجليزي حتى استشهد، وعلي الزبيري الذي منع امتداد انتشار الجيش البريطاني في بيحان، وابنه سالم علي الزبيري الذي كبت الاحتلال خسائر فادحة وسطر أروع ملامح البطولة والفداء، والشيخ محمد ناصر الجوري وأولاده الذين قاوموا الاحتلال حتى نالوا الشهادة. هؤلاء
وغيرهم ممن وهبوا أرواحهم رخيصة للوطن، قناديل الثورة ورموز الحرية باقون في قلوب الأجيال مهما مر الزمان، وشعاع يضيء الأوطان مهما تغير المكان وتبدلت الأحوال. وسيذكر الجميع هؤلاء الرجال الذين سلكوا طريق الموت ليمهدوا لأوطانهم طريق الحرية. المجد للثورة، الخلود للشهداء.